ايه العمل اللي ندمت حضرتك انك عملته ولو رجع بيك الزمن ما كنتش اخترته؟ ان انا جيت هنا. بجد ندمت بجد؟ لا انا بهزر عشان خاطر في مذيعة شرانية تانية هنا. انا طيبة ماليش دعوة بالشرانيين. لا انا بهزر. لا طبعا صدى البلد دي يعني بالنسبة لي ان انا علاقتي بيهم كمان اسرية قوي ويعني من زمان قوي قوي يعني. كابتن رجب ولينا الله يرحمه يعني كان انتيم يعني. فصدى البلد بالنسبة لي يعتبر يعني احد البيوت اللي انا عشت فيها يعني. معانا فنان امتعنا باعمال كتيرة وساب بصمة كبيرة في قلوبنا. معانا الفنان اسماعيل فرغلي. زي حضرتك. اهلا بيكي. منورنا في صدى البلد. ربنا يخليك. حضرتك لسه محقق نجاح كبير في مسلسل مكتوب عليا. ممكن حضرتك تكلمني اكتر عن دورك في المسلسل؟ هو دوري في المسلسل الاب المصري اللي احنا بنشوفه في البيوت. لما بقابل حد في الشارع بيقول لي انت مننا او انت قريب مننا. ليه؟ علشان الشخصية اللي اتعملت قريبة من اي اب مصري. صرف النظر بقى الدور انا عملته ومثلته كويس او مش كويس، لا بس هي الشخصية بتقول ان ملامح الاب المصري اللي احنا بنشوفها في كل بيت. فكل اسرة اتفرجت شافت باباها في البيت ده. بتشوف نفسك اكتر بتحب الادوار الكوميدية ولا الدراما؟ لا الكوميدي اكتر، عشان احنا بطبيعتنا كشعب مصري يعني بيقولوا بيحب القفشة والنكتة، فانا ميال اكتر للكوميديا يعني. احكي لي عن ذكرياتك في برنامج حسين على الهوى. ذكريات حسين على الهوى في حسين على الهوى كانت ذكريات جميلة جدا. عايز اقول ان نجاح البرنامج ده مش من فراغ. كلنا كنا قبل ما بنصور كنا كلنا من اصغر واحد لاكبر واحد بنفطر مع بعض، فبيحصل هارموني حلو قوي. بنخش نصور مفيش حد منافس من حد او حد شايل من حد، كله ده بيتصفى في الفطار في العيش والملح زي ما بيقولوا يعني. طبعا بعد ربنا سبحانه وتعالى كان الفضل الاولاني في طارق نور اللي هو كان واثق فيا وترشيحي وتاكيدي الله يرحمه المخرج رائد لبيب، واللي ساعدني بقى اكتر بقى واداني مساحه اكتر وبقى في دويتو وان تو زي ما بيقولوا الله يرحمه حسين الامام. فالحمد لله كان نجاح البرنامج ده من عوامله ورق مكتوب كويس، مخرج مطلع الورق ده بيقولوا ده ملح، منتج صرف، ضيوف كانوا جمال، كان ردود افعالهم حلوه، ده النجاح الحمد لله. بتفكر تعيد التجربه تاني دلوقتي ان حضرتك تعمل برامج كوميديه؟ انا بجهز لبرنامج كاميرا غافيه ان شاء الله، وصورت منه 3 حلقات، ادعي لنا بس يطلع حلو ان شاء الله. ان شاء الله يكسر الدنيا. في موقف انساني قبل كده حضرتك شفته من الفنان حسين الامام؟ لا هو مش موقف انساني، هو كل مواقف انسانيه في تعامله مع الصغيرين في الكواليس. حتى كان في البدايه خالص اول ما بدات اشتغل معاه البرنامج معتمد على الحضور والارتجال، يعني ما اعرفش انا الضيف هيقول ايه عشان ارد عليه. فكان الحمد لله الواحد كان ذهنه حاضر، فلما كنت برد فكان الاستاذ حسين الامام الله يرحمه كان بيفاجئ بالرد ده، ما ينفعش اقول له ده حاجه على الهوا يعني. فمن انسانيته بقى يعني يديني مساحه او يديني فرصه ان انا ارد على ده، فدي طبعا ناحيه انسانيه حلوه منه يعني. حضرتك صرحت قبل كده وقلت ان ملكه جمال لبنان عرضت الزواج من حضرتك، ايه صحه الكلام ده؟ ملكه جمال لبنان عرضت عليا انا الزواج؟ يعني مش انا اللي عرضت عليها؟ لا 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 طبعا ما حصلش طبعا. يعني دي اشاعه؟ اشاعه حلوه على فكره. لا ما حصلش. لا حضرتك اشتغلت قبل كده مع الزعيم عادل امام في فيلم عريس من جهه امنيه وحققته نجاح كبير، حضرتك بتتواصل دلوقتي مع الزعيم؟ اولا ربنا يديله الصحه وطوله العمر. انا اشتغلت مع الاستاذ عادل امام عريس من جهه امنيه وقعدت معاه سنه في مسرحيه بوديجارد. فطبعا مسرحيه بوديجارد دي سنه مع الزعيم يعني استمتعت بيه وهو كان حبيبني قوي، ودي طبعا نعمه من عند ربنا سبحانه وتعالى. الشغل معاه متعه وتعلمت بجد منه كتير، لان الشغل على المسرح ومواجهه الجمهور وجنبيكي الزعيم لا فايده كبيره قوي، وكسرت حاجات كتيره قوي. حته ان انا
اقف اي على اي مسرح بعد كده كان بالنسبه لي عادي، لان انا يعني وقفت مع جمهور ومع الكبير، فخلاص باي حد بعد كده بقت الدنيا سهله يعني. ايه العمل اللي ندمت حضرتك انك عملته ولو رجع بيك الزمن ما كنتش اخترته؟ ان انا جيت هنا. بجد ندمت بجد؟ لا انا بهزر عشان خاطر في مذيعة شرانية تانية هنا. انا طيبة ماليش دعوة بالشرانيين. لا انا بهزر، لا طبعا صدى البلد دي يعني بالنسبة لي ان انا علاقتي بيهم كمان اسرية قوي، ويعني من زمان قوي قوي يعني كابتن رجب ولينا الله يرحمه يعني كان انتيم يعني، فصدى البلد بالنسبة لي يعتبر يعني احد البيوت اللي انا عشت فيها يعني. طب ما قلتليش ايه العمل برضو، يعني ايه العمل اللي ندمت عليه انك عملته؟ والله في اعمال كتير عملتها بس مش بمساحة كبيرة، وعملتها للظروف يعني، انت محتاجة فلوس فبتعمليها، فبتبقي عاملاها وانت مش متقبلها لاحتياجك للمادة. طب قول لي اسم عمل مثلا واحد حتى. والله من كترهم مش فاكر. حقيقي يعني. طب ايه اكتر عمل قريب لقلبك ولما بتتفرج عليه بتبقى بجد عايز تكرره مليون مرة ان انت تشوفه؟ مكتوب عليا طبعا، لان اكتر عمل خدت فيه مساحة وخدت فيه ردود افعال حلوة الحمد لله مكتوب عليا. مين الممثل اللي مستحيل تشتغل معاه؟ لا حتى لو فيه مش هنفع اقول، ما ينفعش يعني، حتى لو مش هشتغل معاه بجد ما ينفعش اقول يعني ذوقي. ليه بقى؟ لان ممكن الممثل ده يكون بتفرج عليه ولاده، فانا ليه احط بس دي حريه شخصيه على فكره، حاجه ما تزعلش حد يعني، الواحد في شغله بيبقى حابب ان هو يشتغل مع ناس حبيبهم مرتاح لهم نفسيا، دي حاجه يعني ما تزعلش حد. بصي الكلمه الحلوه صدقه تعلميها يعني، لو انا في حد انا مش حابب اشتغل معاه مش هشتغل معاه، لكن ما اقولش ليه. زي ما قلت لك ممكن تكون مراته تتفرج، ممكن ولاده، طب ليه انا يعني ازعلهم؟ مين الممثل اللي من كتر ما بتحبه وعايز تشتغل معاه مش هيفرق معاك اجرك في المسلسل ده او الفيلم ده؟ وش السعد اكرم حسني. حضرتك انا عرفت من فتره انك عملت قناه اسمها القلوب الطيبه وهي بتدعم السم وضعاف السمع، احكي لي اكتر عنها. بصي ربنا يقدرني ويديني طولة العمر عشان اخدم هذه الناس دي زي ما قلت قبل كده عددهم في حدود 8 مليون منعزلين عن المجتمع، 85% منهم فقراء، 80% منهم اميين عشان بيوصلوا درجه تعليم معينه، فهم منعزلين عن المجتمع. انا بحاول ادخلهم المجتمع في ايه بقى، ان ليهم احتياجات طبية ورياضية وقانونية، بس قبل ما اقول لهم الاحتياجات دي كلها يعني ابسط حاجة ان يسمعوا خطبة الجمعة بلغة الاشارة، بس انا هنا بتكلم لغة الاشارة ما تبقاش تحت الشاشة حتة صغيرة كده، لا يبقى بتلت الصفحة او نص الصفحة، ده اللي انا بعمله لهم علشان خاطر يحسوا ان هم موجودين في المجتمع. ما تفرجوش على افلام ومسلسلات، اعمل لهم حاجات كتير مش عايز احرقها، بس هم كمان يا عيني من كتر ما بالبلد كده اتاكل عليهم عيش كتير قوي، فبقى عندهم عدم ثقه في اي حد، فعشان عبل انا ما اثبت لهم ان انا بعمل لهم ده ليهم بجد هاخد وقت، فعايز اقول لهم احنا اتاخرنا عليكم وان شاء الله اللي جاي هيبقى احسن ليكم. اشمعنى الفكرة دي اللي جت في بال حضرتك انك تنفذها؟ يعني في حد مثلا من اصدقاء حضرتك او اقارب حضرتك مثلا بيعاني من ضعف السمع فحضرتك فكرت ان انت تساعده؟ لا هو طبعا الحمد لله على اي حد يكون عندي صم، بس هو الحكاية ان انا قلتها كتير برضو ان انا كان في صديق ليا بيعمل مسرحية للصم وضعاف السمع، فقال لي تعالى سلم عليهم عشان هم بيحبوا، فرحت كفنان عايز اسلم عليهم، فلما رحت لقيتهم بيحبوني حب انا ما كنتش مصدقه، فاستغربت قوي مين اللي ما بيسمعوش وما بيتكلموش، وعرفت بعد كده كمان ان هم بيعرفوا الممثل مش باسم، يعني مش عارفين ان انا اسماعيل فرغلي، لا معلميني بنضاره او من غير شعر او اي علامه، اي فنان عنده علامه، فالتكاية جت من هنا ان الناس دي
الحب اللي بيحبوني دي وعلامة لغة الإشارة، اعملي كده عشان تحبوني. ايوه كده، عارفه دي معناها ايه؟ ايه يعني دي اي ال يو اي لاف يو. تمام. فعرفت من هنا ان هم عندهم احتياجات كتيره جدا، فقلت لا لازم اقف معاهم، فاهتميت بيهم، عملت سيرش عليهم وبدات اهتم بيهم. ايه الدور اللي حضرتك بتحلم ان انت تعمله؟ لا في ادوار كتيره بصراحه، ادوار كتيره وان شاء الله، بس مش عايز احرقه. في دور انا بحبه وان شاء الله النهارده كانوا بيتكلموني عليه، فربنا يسهل كده وعمل، بس مش عايز اقول عشان ما احرقوش، بس ده بعد اذنك يعني. بتحلم بالبطوله المطلقه؟ مش هو اي حد يتمنى ان يعمل بطوله، لكن بقول يعني بعد العمر ده كله انا عملتها، بس مش مطلقه يعني، عملتها مع الفنانه وفاء عامر في مسلسل العيله دي. وموضوع البطوله المطلقه دي ما هيش يعني، ده انا لما اكون بطوله جماعيه انا شايفها تبقى اجمل يعني، عشان ما اشيلش الريسك لوحدي. بعد النجاح المبهر اللي حضرتك حققته في مسلسل مكتوب عليا، ايه رد فعل جمهورك لما بيقابلك في الشارع؟ لا حاجه تفرح، وحاجه يعني مهما احنا تعبنا في المسلسل ده قوي، وكنا بنصور في رمضان واحنا صايمين، وقعدنا لغايه 27 رمضان تشوفش اهالينا ولا اولادنا ولا عزومات رمضان ولا صلة الرحم ولا الحاجات دي كلها اتحرمنا منها فعلا، بس ده كله بيروح لما بتقابلي حد يقول لك المسلسل حلو واحنا كنا مبسوطين، التعب ده بيروح يعني. احكي لي عن الكواليس في فيلم هارلي مع الفنان محمد رمضان. ده كواليس جميله، هو شخصيه محترمه، وقلت قبل كده كتير ان هو بيحترم الناس وبيحترم الكبير وبيحترم الصغير، وكان مقدرني قوي واستفدت منه فنيا، يمكن انا اكبر منه سنا، بس هو برضو دي حاجات استفدت منها، والحمد لله الواحد يعني كان مستمتع بالشغل معايا يعني، والفيلم الحمد لله حقق نجاح كويس يعني. بشكر حضرتك، نورتنا في صدى البلد. ربنا يخليك، انا بشكرك وبشكر صدى البلد.